إذا متتبعات قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. احنا الآن في ساحة محمد السادس. إذا كما كتشوفوا الناس ديال السلطات، وطبعا أعوان ديال السلطات، يعني بعد ما خرج واحد القرار بأنه ممنوع يعني التجوال وممنوع الجلوس في الساحات والحدائق العمومية. إذا كما كتشوفوا الناس ديال السلطات طبعا كيشوفوا أي واحد يعني جالس أو لا في الساحة جالس أو لا يعني كيتمشى، يعني لا طبعا كيقولوا ليه يعني لا ممنوع التجوال أو الجلوس في الساحات العمومية، طبعا خوفا على صحة المواطنين. يعني هذا الفيروس هذا ولا منتشر بواحد الشكل كبير هنا داخل إقليم الحسيمة في مدينة الحسيمة. طبعا كما قلت الأرقام كثيرة كتسجل في إقليم الحسيمة، طبعا والمعدل ديال الوفيات بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف، كنشوفوا يوميا 3-4 ديال الحالات ديال الوفيات بشكل يومي. بالأمس شفنا 54 حالة إصابة وثلاثة ديال الوفيات، طبعا يعني رقم كبير بزاف خوتي المغاربة، يعني الأرقام كتخلع، أرقام كبيرة، أرقام كتخوف. طبعا على الصعيد إقليم الحسيمة، إذا كما كتشوفوا متتبعي قناة شوف تي في، احنا الآن حد أشهر الساحات في مدينة الحسيمة، طبعا المتنفس الوحيد لدى ساكنة الحسيمة. طبعا الساحة هذه ساحة محمد السادس، طبعا في الأيام العادية اللي كيتنظموا فيها مهرجانات ثقافية، مهرجانات موسيقية، معارض وإلى غير ذلك، وعدة أشياء اللي هي جميلة. طبعا كتكون في الصيف هنا في مدينة الحسيمة، كيجيو الناس من مختلف المناطق هنا داخل إقليم الحسيمة، ولكن مع كورونا هذه طبعا وبعد القرار ديال السلطات يمنع التجوال في الساحات والحدائق العمومية، الجلوس أو التجوال في الحدائق العمومية. إذا كما كتشوفوا احنا الآن مع الناس ديال السلطات، يعني رغم منع الناس يتجولوا، ولكن كنشوفوا شي وحدين كيتجولوا ما مسوقينش القرارات ديال السلطات، وما خايفينش على وليداتهم، وما خايفينش على عائلتهم، وما خايفينش على وليديتهم. يعني ممنوع التجوال، ممنوع، يعني القرار واضح ديال السلطات، ممنوع التجوال في الساحات والحدائق العموميه والجلوس. طبعا يعني القرار كان واضحا، القرار ديال السلطات على راس السيد عامل اقليم الحسيمه. طبعا يعني الاصابات كيتسجلوا بواحد الشكل اللي هو كبير هنا داخل اقليم الحسيمه، يعني خرج قرار بانه ممنوع التجوال وممنوع الجلوس في الساحات والحدائق العموميه هنا داخل مدينه الحسيمه. ولكن رغم هذا القرار هذا كنشوفوا شي وحدين الله يهديهم، كنشوفوا شي وحدين البعض الله يهديهم يعني كيتجولوا ما مسوقينش التعليمات ديال السلطات حتى شي حاجه. يعني برافو الناس ديال السلطات على هذا القرار اللي كان قرار في محله، قرار كان صائبا طبعا، لانه الا ما عملوش بحال هكا راه العدد ديال الاصابات غتولي مرتفعه بواحد الشكل كبير. كما كتشوفوا متتبعي قناة شوف تي في، احنا الآن في حد أشهر الساحات في مدينة الحسيمة، ساحة محمد السادس. طبعا احنا الآن مع الناس ديال السلطات، طبعا لأنه لما خرج قرار من طرف السلطات المحلية بأنه ممنوع التجوال والجلوس في الساحات والحدائق العمومية نظرا لتفشي هذا الوباء هذا في اقليم الحسيمه بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف، واحد الشكل خطير جدا، لانه يوميا كنشوفوا عدد ديال الاصابات كيرتفع في اقليم الحسيمه، يوميا كنشوفوا العدد ديال الوفيات في ارتفاع صاروخي، يوميا كنشوفوا عدد ديال الاصابات في واحد ارتفاع صاروخي، ارقام كتخلع، ارقام كتخوف، ارقام كبيره متتبعينها كتسجل في اقليم الحسيمه. ولكن شي وحدين كما قلت ما مسوقينش القرارات والتعليمات ديال السلطات،
مخاطرين كاين اللي مخاطر. واش محمد الشريف واش الشريف تحية كبيرة للناس ديال السلطات وعلى رأسهم السيد عام الإقليم الحسيمة طبعا اللي خدا هذا القرار. هذا قرار كان في محله، قرار كان صائبا طبعا، استقبلته ساكنة الحسيمة يعني كما قلت يعني الكل يعني الناس اللي كيقولوا بأنه القرار ديال السيد العامل كان قرارا في محله طبعا، إغلاق مدينة الحسيمة، رجوع إقليم الحسيمة الحجر الصحي الجزئي طبعا، ممنوع التجوال، حظر تجوال ليلا من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 6 صباحا، وعلى المحلات التجارية أصحاب المقاهي والمطاعم يغلقوا طبعا المحلات ديالهم ابتداء من الساعة 9 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا. إذا كما كتشوفوا مازال الناس ديال السلطات فهاد الحملة مستمرة طبعا من أجل منع الناس، ممنوع الجلوس في الساحات العمومية والتجوال فيها طبعا نظرا لتفشي هاد الوباء هذا إقليم الحسيمة بواحد الشكل كبير. أرقام كتخلع، أرقام كبيرة كتسجل في إقليم الحسيمة، يعني واحد المعدل كبير كيتسجل في العدد ديال الوفيات هنا داخل إقليم الحسيمة. يوميا كنشوفوا 3-4 ديال الحالات الوفيات، يوميا كنشوفوا العدد ديال الإصابات كيرتفع اللي هو بواحد الشكل صاروخي. بالأمس شفنا 54 إصابة تسجلت في إقليم الحسيمة و3 ديال الوفيات، وحاليا 2 ديال الوفيات كتسجل في إقليم الحسيمة في مستشفى القرب بإمزورن. نتمنوا من الله عز وجل يدي علينا هذا الوباء هذا وترجع الامور كيف ما كانت من قبل. اذا مازال احنا مع الناس ديال السلطات يعني في هذه الحمله هذه طبعا من اجل اخلاق هذه الساحه، هذه ساحه محمد السادس. مع الاسف الشديد هذه الساحه هذه في الايام العاديه كتكون عامره بالناس، الناس كيجيو من مختلف المناطق والمدن، بالاخص في الايام ديال الصيف كما قلت كيتنظموا هنا مهرجانات موسيقيه ثقافيه، معارض وعده اشياء اللي هي جميله طبعا كتكون داخل هذه الساحه هذه. ولكن للاسف الجائحه ديال كورونا ما خلات الواحد فين غادي يجي، ما خلات لا مهرجانات، ما خلات لا معارض، ما خلات حتى شي حاجه. لهذا الناس ديال السلطات خرجوا بالقرار بإغلاق إقليم الحسيمة. حتى الناس اللي كيسولوا الناس ديال تطوان طبعا الناظور كيقولوا بأن واش غادي نجيو يعني بدون ورقة ترخيص ندخلوا، لا يعني أي واحد جا من خارج إقليم الناظور من خارج إقليم الحسيمة بغى يجي يدخل مدينة الحسيمة أو إقليم الحسيمة جا مشي مدينة أخرى راه ممنوع كليا، ممنوع يعني خاصو ورقة ترخيص من طرف الناس ديال السلطات عاد باش يمكن ليه يدخل إقليم الحسيمة. زا وردنا ابنتي